مساء الخير، مساء الصحة والجمال. وحشتوني كتير كتير من الحلقة اللي فاتت للحلقة دي. النهاردة هنتكلم برضو عن الشعر، بس مش بروتين ولا هنتكلم عن الصبغة، هنتكلم على الشعر الطبيعي الهندي. كتير مننا بيشوف على السوشيال ميديا قصات جديدة، شعر اسود، شعر طويل، شعر قصير. طيب البنات اللي بتمشي اصلا بشعرها بتبقى تعبت من الحرارة وتعبت من الصبغات الكتير، بتبقى عايزة تعمل ايه؟ عايزة تغير، بس الشعر مش هيتحمل. والبنات التانية يا حرام شعرها خفيف جدا جدا من قدام، ولا عارفة تعمل فيه قصات ولا عارفة تعمل فيه أي لون خالص. النهاردة جبنا لكم ستوري شعر طبيعي هندي أصلي من ستوري لامار. عايزاكم بقى تتفرجوا معايا دلوقتي على الفيديو، وبعد الفيديو هنشوف الصور لغاية لما الضيفة بتاعتنا تيجي ونرحب بيها. تعالوا بقى نتفرج مع بعض على الفيديو. الفيديو شفنا القصات وشفنا الاشكال الجديده. طيب انا كمشاهد هستفاد ايه؟ انتي عايزه تعالجي شعرك وفي نفس الوقت مش عارفه تبيني شعرك بشكل كويس قدام جوزك، قدام اهلك في البيت، فانتي بقى بتعالجي، بتعملي حمام زيوت، بتاخدي فيتامينات، بتعملي بلازما، في نفس الوقت دي بتديكي شكل كده طبيعي، بتديكي شكل مش فيك. لاني انا قبل ما اشتغل بقى مقدمة برامج او في التجميل كنت بشوف الحاجات دي بتهوس بيها، بس انا جربت حاجة اسمها الشعر الصناعي. الشعر الصناعي الفرق ما بينه وما بين الشعر الطبيعي ان هو بيبان هو فيك جدا، بتلبسي الباروكة مثلا تحس اني مش انسي. دي اول حاجة، اللون عمره ما بيكون زي الشعر الطبيعي خالص، بلس بقى ان الشعراية بتشوك، بيبان على السوشيال ميديا الصور المشاهد بيشوفها، لا يعني دي حاجة شكلها حلو، لكن الحاجات في الطبيعة بتفرق. ايه الفرق ما بين الشعر الصناعي والفرق ما بين الشعر الطبيعي؟ استاذه لمار لما تجهز معانا هنتكلم في الموضوع ده باستفاضه. طيب انت بقى لما تيجي عايزه تمشي بشعرك اوريدي، يعني الناس اللي بتمشي اصلا بشعرها مش محجبه، لازم بقى بتعمل بيبيليز كتير. الحراره دي خلينا فاهمين الحراره بتاثر جدا 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 على بصيلات الشعر كلها. عشان ترتاحي من الحراره وترتاحي من الصبغات بتضطري تشتري باروكه شعر طبيعي عشان خاطر تهدي الدنيا شويه ويبقى الشعر مرتاح. عايزين بقى نتفرج برده معانا على الصور بتاعه الشعر الطبيعي على برده ما الضيفه بتاعتنا تجهز، وتفضلوا معانا. جينا تاني وقدامكم الشعر الطبيعي علشان خاطر يبقى الموضوع نظري وعملي. لامار نورتيني. انا اسفه. انا اسفه يعني حرام عليكي تقول لوحدي ان انا اسفه. طيب انا عايزاكي بقى بسرعه تقولي لي افرق ما بين الشعر الصناعي اللي هو اللي بيبان شكله فيك وما بين الشعر الطبيعي ازاي؟ هو في ناس بتفرق من الملمس. تمام. هي بصي، هي التفرقه دي عايزه خبير. تمام. لكن حد بيتعامل كتير فيها يعني، لكن لو واحده عايزه تشتري ابسط حاجه بتمسك شعر او حاجه تصبغها او بتفتحها. الباروكه ليها مده صلاحيه؟ بصي يا ستي، هي مده صلاحيتها طول العمر، بس على حسب استخدامك بقى.
تمام. يعني صبغت كتير، عملت سشوار كتير، حاجات زي كده بتهلك. الباروكه اللي هو الليس دي ينفع اعملها كيرلي زي دي عادي بالبيبي ليس؟ اه طبعا، بس هتفك. لكن الكيرلي بتفضل كيرلي، يعني بص نوريني كده. طيب اوكي، دي بتفضل ليس كده زي ما هي. تمام، تتغسل تنشف بالوضع ده. تمام، لكن لو عملتها دي كيرلي دي برضه تتغسل تفك. تفك بس بس لو انا خارجه عايزه اعملها كيرلي هتفضل معايا لغايه لما اغسلها المره اللي بعديها، ولا هي بتفك لوحدها؟ لو هتاخديها ليس هتفضل ليس. تمام، انت عايزه تعمليها بيبي ليس، تعمليها ويفي كيرلي عادي، فهمت. تغسليها ترجع تاني. الاسعار بقى يعني حسيت ان القصار اللي سعر ممكن الطويل تاني سعر هو ممكن حد يجيب لا احنا عايزين نتكلم في الاسعار ما بين القصار والطويل دلوقتي. بصي بتختلف بس حسب الكثافه والطول. الكثافه واللون طبعا. كل ما الطول بيكون طويل والكثافه بتزيد لان هي بتحسب بالجرام، صح كده؟ ايوه بالظبط. لا واللون بيفرق. هو كان في الوان تانية كده بس هي بعيد عني. كل ما تتفتح والشعرات تبقى ينفع انام بيها عادي؟ اه طبعا، اه طبعا نامي بيها وانزلي بيها البسين وكل حاجه. وهي بصوا يا جماعه انا شايفه الملمس الشعرايه فعليا هو الشعر الطبيعي بتاعنا، لان هي بيور هندي اصلي 100%. بصي بقى كان نفسي لامار تيجي بدر عن كده ونتكلم باستفاضه، بس اوعدتهم ان هي ليها حلقه تانية. الحلقه دي مش هتنفع، لازم تتدبس في حلقه تانية قدام المشاهدين، لان احنا عشان عايزين نستقبل اتصالات الناس وتردي عليهم، وطبعا حضرتك جيتي متاخر، فاحنا اهم حاجه ان احنا عرضنا الشغل، عرضنا رقم التليفون. كمان عايزه اقول لهم على حاجه عشان بتسال كتير معاكي بقى بتاعتك. المشابك دي اللي بتتثبت منها مش كلبسات ولا حاجه، وفي حاجه برضو هنا بتتقفل وتتضايق منها بس كده، عشان ده بتسال كتير جدا فيه. يا ريت تكونوا فهمتوا الحته دي. ينفع انزل بيها الميه بسرعه؟ طبعا طبعا. طيب تنشف عادي. هتوحشوني الحلقه الجايه وهخنق بقى الضيفه بعد ما نخلص الفقره، وان شاء الله هنطلع معاكم حلقه تانية ونتكلم عن الشعر الطبيعي، وانتظروني في كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.